यहाँ पर सेंटर में मैम इधर देखे ना इधर ही दीदी 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 मैम दीदी मैम रुके ना एक साथ में انبأ من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. ميرا راجبوت زوجة شاهد كابور ترد على غيرتها من كريتي سانون بعد اعتراف شاهد بإعجابه الشديد بكريتي وظهورهما معا بشكل مبالغ، ومقارنات شديدة بين ميرا وكريتي تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. ملك بوليوود شاروخان يلغي مشروع عمله مع ابنته سوهانا خان بعد فشل فيلمها الأول، والمعجبون يتساءلون عن السبب. أيوشمان كوران يصدم الجميع بعد نشره لصورة زوجته وانقسام الجمهور بين مهاجم ومشجع. اجتماع نجوم بوليوود وأبنائهم في حفل عيد ميلاد أبناء كاران جوهر ومقاطع حصرية من قلب الحدث. وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقطع مع عشاق بوليوود. بعد الضجة التي أحدثها فيلم دي أرشيز من بطولة أبناء نجوم بوليوود، سوهانا خان ابنة شاروخان، كوشي كابور ابنة سريديفي وأغاستيا ناندا حفيد أميتاب باتشان، أكدت العديد من التقارير الهندية أخبار مفادها أن شاروخان سيتعاون مع ابنته سوهانا خان لأول مرة في فيلم ضخم يحمل عنوان الملك. اتحمس المعجبون من فكرة الجمع بين ملك بوليوود شاروخان وابنته معا في عمل واحد، لينصدم الجميع بقرار رفض شاروخان العمل مع ابنته وانسحابه من المشروع لأسباب تعود إلى حماية ابنته من الانتقادات والمقارنات واتهامه بالمحسوبية وإلغاء موهبة ابنته، إذ كان شاروخان على اطلاع تام بالهجوم الذي تلقته سوهانا خان بعد إصدارها لفيلمها السابق دي أرشيز، والذي حقق فشلا ذريعا على الرغم من محاولات شاروخان وعائلة أبناء نجوم بوليوود الترويج لها بشكل احترافي. يبدو أن شاروخان على دراية مطلقة بردود أفعال الشعب الهندي وتنبؤه بأحكامهم المسبقة على ابنته، إذ أكد شاروخان أثناء مقابلته الأخيرة مع قناة MBC بوليوود أن أبنائه سوهانا وأريانا هما اللذان قررا دخول بوليوود دون ضغط منها أو من والدتهم غوري خان، إذ علق قائلا: أنا وغوري كعائلة لم نطلب منهم أبدا أن يفعلوا هذا أو ذاك، لقد كانوا أحرارا في اختيار ما يرغبون فيه، اختار أحدهم أن يكون ممثلا وقرر ابني أن يتعلم الإخراج، لذلك كلاهما في بوليوود، الابن هو الذي يقوم بإخراج الفيلم والابن قد مثلت في فيلم واحد. بمناسبة اليوم العالمي للسرطان قرر نجم بوليوود أيوشمان كورانا مشاركة رسالة صادقة إلى زوجته طاهرة كاشياب التي نجت بأعجوبة شديدة من مرض سرطان الثدي، لكن ما أثار انزعاج المعجبين هو نشره لصورة لزوجته شبه عارية بعد خضوعها لجراحة، في حين أشاد العديدون بقوة الزوجين وقدرتهما على تجاوز الصعاب والعقبات. كما لقب أيوشمان كورانا بالزوج المثالي، اتصرح في العديد من المنابر الإعلامية قائلا: لقد كان الأمر صعبا للغاية، في الواقع بفضلها كانت لي الشجاعة لأخذ ذلك بشكل إيجابي، وإلا لكان الأمر قد انكسر تماما لأنني كنت في منتصف فيلمين وكنت أروج لهما. راكلو سجاكي تجسيني سي لگا كي آجا گلي لگ جا.
لقد أثار التعاون الاستثنائي الذي جمع النجمين شاهد كابور وكريتي سانون في الفيلم المنتظر إطلاقه يوم 9 فبراير دربة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الكيمياء المتبادل بين النجمين ليس فقط في الفيلم بل حتى في الواقع، إذ أصبحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعج بمقاطع كريتي وشاهد في حياتهما الواقعية، إذ لاحظ مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أن علاقة كريتي بشاهد لم تعد تحكمها المهنية، بل أصبح يتشاركان صداقة قوية لدرجة أن شاهد في أي مقابلة لها يعرب عن إعجابه الشديد بكريتي ويبدي اهتمامه بها أكثر من اللازم، الشيء الذي جعل المعجبون يتساءلون عن موقف ميرا رجبوت زوجة شاهد على تصرفات زوجها المتجاوزة مع كريتي بعيدا عن الفيلم ومشاهدها، وعما إذا كانت هذه العلاقة ستثير غيرتها وغضبها، علما أن ميرا شخصية شديدة الغيرة ودائما ما يعترف شاهد بذلك أمام الملأ، والأكثر من ذلك قام العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين كريتي سانون وميرا رجبوت والإشادة بالكيمياء المتبادل بين شاهد وكريتي أكثر من زوجتها بهدف إثارة غيرتها أكثر، لتقوم ميرا رجبوت بمشاركة المقطع الترويجي للفيلم على حسابها الشخصي على الانستغرام وعلقت عليه قائلة: لا أستطيع الانتظار لمشاهدة فيلم شاهد كابور وكريتي سانون، إذ اعتبر المعجبون أن منشور ميرا رجبوت هو توضيح حصري لما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. Happy birthday, bhai! Hey, jaane do. Gaadi jaan de, bhai. Gaadi mat club kar de. Karan sir, aap teenon ke saath mein kar rahe hain. Karan sir, saath mein. Ek ek kaam. Aaye aaye, Nirendra. Karan sir, ek saath mein. Ko Angad sir. Madam ji, Neha ji rukiye. Neha ji ruko. Ek saath mein. Bachche ka. Bachche ka chair. Rukiye, rukiye. Koi nahi toda isse. एक मिनट एक मिनट दीदी 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 इधर देखिए दीदी यहाँ पर दीदी यहाँ पर सेंटर में मैम मैम इधर नहीं देखे मैम कमीशन मैम रुके ना एक साथ में गोरी मैम अब्राम 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 मैम मैम मैम